احتفاء بيوم المسرح العالمي أقام فرع نقابة الفنانين في حمص بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى احتفالية تتضمن عروضا مسرحية على مدار أسبوع، افتتحت بمسرحية القلب العاشق تأليف وإخراج زينة قدسية وسط حضور رسمي وشعبي حاشد على خشبة قصر الثقافة بالمدينة. أعتقد ستقدم هذه الاحتفالية ما هو مطلوب منها على صعيد احترام المجتمع وما يسهم بالارتقاء بالعملية الفنية، ويكون صادقا مع من يحضر ويتعاطى مع الشأن الفني والإبداعي. سوف يقدم ضمن هذه الاحتفالية 7 عروض تبدأ من اليوم وتنتهي في اليوم الأول من الشهر القادم. طبعا العروض متنوعة بتنوع الاتجاهات وبتنوع المخرجين وبتنوع الأفكار التي يطرحونها. واليوم كنا مع عرض قلب العاشق الذي قدمه الفنان الكبير الأستاذ زيناتي قدسية. شكري الجزيل لهذا الجمهور الجميل العظيم اللي يعني بيدفع الفنان يعني انه يجتهد اكثر ويقدم اكثر وينتبه لشغله اكثر، لانه فعلا الجمهور حمص بحملك مسؤولية فوق يعني هذا التوق اللي عنده والنشوة في المشاهدة، كمان بحملك مسؤولية انه تكون افضل مما كنت عليه. مسرحية بتقدم امبراطور بيزور هاي الطالبة بسكن الجامعي على عدة ايام، وفي كل يوم يكتشف بهذه الطالبة شيء انساني بيصير يتطور هذا الشيء بيناتهم، وكأنه بيصير في حالة من التوحد بينه وبينه، لينتهي هذا الشيء يعني بأنه يصير قراره المشترك. يعني هو بلش الإمبراطور يوافقه حتى بقراراته وتوافقه بقراراته ليوصلوا لقرارات واحدة. يشكل الاحتفال بيوم المسرح العالمي فرصة لإلقاء الضوء على المواهب الشابة وتقديم أعمال تسهم في دعم الحركة الثقافية الفنية، بما يعطي للمسرح دوره في خلق حالة ثقافية وفكرية تنهض بالمجتمع. الأخبار السورية، أسامة ديوب.